السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم أصدقاء، قبل أي شيء عليكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في القناة. التربية تحدد موعد امتحانات السادس الإعدادي وتحسم مصير الدور الثالث. أعلن وزير التربية علي حميد الدليمي موعد امتحانات النهائية للسادس الإعدادي، فيما أشار إلى انتهاء العمل بالدور الثالث متطرقا إلى مصير المحاضرين المجانيين في الوزارة. وقال الدليمي خلال استضافته في برنامج تحت خطين الذي يقدمه الزميل كريم حمادي أن الوزارة تسعى إلى تثبيت المحاضرين المجانيين على الملاك الدائم نظرا للحاجة إليهم، وأضاف أن تحسين المعدل ليس نظام أو قانون وعمل به منذ سنوات سابقة، وأن 90% من الطلبة يخفقون به فلا جدوى منه، كما لم نجد حالة واحدة حققت معدلا أعلى. وتابع أن الدور الثالث توقف المرحلة السادس الإعدادي للسنة الحالية ولن يعمل به نهائيا خلال السنوات القادمة وللمراحل الدراسية كافة. وأوضح أن الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي قد تجري في الأول أو الثاني من تموز المقبل، مشيرا إلى أنه لن يسمح لطلبة السادس الإعدادي الناجحين بإعادة السنة الدراسية، مبينا أن الدخول الوزاري سيكون بثلاثة دروس مع 10 درجات.